شهدت مصر طفرة كبيرة في مختلف قطاعات الدولة متجهة نحو التنمية العمرانية منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، حيث أطلق قطار التنمية الاقتصادية الشاملة. فقد أولت الحكومة اهتماما كبيرا بالقطاع العقاري الذي يسهم بنسبة كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي بما يتضمنه من العديد من الملفات المهمة، حيث باتت الرؤية العامة للحكومة واضحة تجاه ضرورة توسيع رقعة العمرانية بشكل حضري ومنظم يتوافق مع أحدث التكنولوجيات وبما يتماشى مع وضع مصر في المنطقة، وكذلك التوجه نحو البناء الآمن غير المخالف والعمل على تقنين أوضاع المخالفين. ويعد ملفي القضاء على العشوائيات وتقنين أوضاع المخالفين من خلال تقديم طلبات التصالح من أهم الملفات التي توليها وزارة الإسكان اهتماما كبيرا، حيث سيعلن خلال الفترة القريبة المقبلة أن مصر خالية من العشوائيات، فقد تم إنجاز العمل في هذه الملفات وفقا لتكليفات رئاسية في وقت وجيز جدا، حققت نتائج عالية وبشكل حضري وسريع بما لا يضر بمصلحة المواطنين. وبالنسبة لملف التصالح على مخالفات البناء، فقد قدمت الحكومة حزمة جديدة من الإجراءات التي من شأنها تيسير الأمر، فقد استندت الحكومة إلى صدق المواطنين في طلبات التصالح على مخالفات البناء بناء على عينة عشوائية وجد فيها البيانات صحيحة بنسبة وصلت إلى 90%، حيث انتهجت الوزارة نهجا اعتبرت فيه المواطن صادقا إلى أن يثبت العكس. وشهدت كافة المحافظات إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، كما بلغت قيمة التصالح لكل أريف 50 جنيها للمتر، وتم خصم 25% من قيمة مقابل التصالح في حالة السداد الفوري لمبلغ التصالح. كما أعلنت كافة المحافظات عن تخفيضات في قيم التصالح بنسب وصلت في بعض الأماكن إلى 70%. طيب، إضافة للي سمعناه في التقرير، كمان الحكومة وجهت بأنه يكون في اشتراطات بناء جديدة. هذه الاشتراطات بتهدف لتطوير منظومة العمران وتحقيق التنسيق الحضاري والقضاء على العشوائية. نتعرف أكثر على هذه الاشتراطات وتأثيرها بشكل عام على العقارات في مصر وعلى منظومة العمران مع ضيفي في استوديو من القاهرة الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري استشاري المناطق العشوائية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. بدايه يعني عايزين كده ناخد نبذه عن الاشتراطات الجديده عشان نعرف الناس، يعني حتى اللي ما سمعوش عن الموضوع. اولا الاشتراطات البنائيه الجديده هو قرار وليس قانون، عشان بس نبقى عارفين. وفي فرق ما بين القرار والقانون. القرار النهارده سهل ان انا اعمل فيه نوع من التعديلات. وده يمكن ده كان الهدف من ان هو يكون قرار. القرار بينص بيهدف إلى فكرة ضبط العمران، لأن عندنا مخطط للأسف شديد من زمان قوي. عندنا المساحة العمرانية اللي موجودة عندنا فيها حوالي 160 ألف فدان غير مخططين، يعني في نوع من العشوائية في قصة العمران موجودة عندنا في الكثير من الأحياء والمدن. فبناء عليه كان لازم نعمل استراتيجية جديدة ل ازاي اقضي على العشوائيه في البناء من خلال هذه الاشتراطات. فالدوله هنا حددت عواصم المحافظات والمدن بالذات يعني. وفي جهات مستثناه من هذا القانون ولازم نقولها، القرى هي القرى بتخضع للقانون 119 سنه 2008. اراضي المجتمعات العمرانيه الجديده، عشان برضه لازم نبقى عارفين، المجتمعات العمرانيه لا تخضع لفكرة الاشتراطات البنائية الجديدة. برضو الأراضي اللي هي المشروعات القومية الخاصة بالدولة، سواء الإسكان الاجتماعي، السكن البديل، غيره، السكن الاقتصادي، كل ده غير خاضع للاشتراطات البنائية الجديدة. المشكلة اللي موجودة عندنا في الحيز الأحياء والمدن وعواصم المحافظات. وفي هذا الإطار الدولة عملت فكرة الاشتراطات البنائية الجديدة. طيب، برضو في التوضيح كده لجزئية القرى، يعني حضرتك قلت انه في قانون خاص بالقرى. طب بالنسبة يعني الناس داخل القرية، يعني عنده قدرة انه يبني عدد ادوار معينة، ولازم يبقى في ترخيص بان الارض تستحمل مثلا 5 ادوار او 6 ادوار او 7 ادوار، عشان بس برضو يعني
الناس تقدر تفهم ده. هو في قانون عندنا قانون 119 سنة 2008 حدد هذه المساحات وحدد الضوابط العمرانية اللي هي مفروض يلتزم بها، أنه بيدي خط تنظيم معين ما بيزيدش عن أدوار معينة حسب مساحات الشوارع اللي موجودة عنده. ففي قانون منظم موجود من عام 2008 لحد دلوقتي. هذا القانون لما بنيجي على أرض الواقع هو نجح بنسبة كبيرة جدا جدا في المجتمعات العمرانية. ليه؟ لأن بمجرد ما بيحدث المخالفة داخل المجتمعات العمرانية بيتم تاني يوم إزالتها، لأن عندهم شرطة متخصصة خاصة بالمجتمعات العمرانية، ففي سرعة في الأداء. المشكلة كانت الوحيدة عندنا في قصة الأحياء أو المحليات، أو بنتكلم في المحليات لأن عندنا مشكلة في المحليات كبيرة جدا من زمان قوي. فبنحاول نصلح الموضوع، اللخبطة اللي حصلت في العمران اللي موجود عندنا أو تشوه العمران اللي موجود، إن أنا بلاقي برج 10 أدوار وجنبه برج صغير أو عمارة صغيرة 3 أدوار وهكذا، فبنلاقي عشوائية في البناء. ده سبب لي مشكلة كبيرة في قصة شبكات الصرف الصحي والكهرباء، بقى في ضغط على هذه الشبكات. بقى الحيز العمراني اللي أنا مفروض يعيش عليه 1000 فرد بيعيش عليه 4000 فرد. صحيح. فبالتالي بدأ يبقى عندي ضغط، بدأ يبقى عندي ازدحام مروري، بدأ يبقى عندي مشكلة كبيرة. فجت الاشتراطات البنائية منعت البناء في الأماكن المكدسة أو الأماكن المكثفة أو اللي فيها كثافة عمرانية كبيرة، بمعنى أن النهاردة بحد من هذه المناطق أو بوقف عملية البناء فيها لحين ما أنا أقدر أضبط موضوع العمران فيها. ثانيا، حتى لما الدولة حطت فكرة الاشتراطات البنائية الجديدة حطتها كتجربة لمدة شهرين، من شهر 5 لشهر 7، وطبقتها في 27 مركز على مستوى الجمهورية كلها. بعد ما هينتهي الشهرين اللي احنا في نهايتهم دلوقتي، هيتم عمل تقرير من قبل مجلس النواب اللي هو المشكلات اللي واجهت الأحياء في فكرة التنفيذ. في فكرة التنفيذ، ايه هي الصعوبات اللي واجهوها عشان يتم تعديلها في اول 1/7، لان احنا عندنا تعميم في 1/7 على مستوى المراكز والمدن وعواصم المحافظات، هيتم تعميم الاشتراطات البنائية الجديدة بالتعديلات الجديدة اللي هي ظهرت من حيث الشكاوى او غيرها او غيرها. دكتور، يعني كمان يمكن من الاشتراطات يمكن اللي سمعناها انه عدد الادوار دور ارضي زائد 4 ادوار، بالاضافة انه لازم يكون في جراج خاص بكل مبنى، واللون يعني في عقارات يعني بتبنى ولكن ما بتاخدش اللون يعني من بره او بشكل ما، يعني تاثير ده على فكره التغيير منظومه العمران في مصر والتنسيق الحضاري بشكل جمالي كمان. هو اولا بس عايزين نوضح ان هو طبعا انا عندي مساحات شوارع ضيقه من 6 ل 8 متر، انا هنا قلت يعني حديها مساحه او حديها تصريح بان انا ان هي تبني ارضي زائد دورين من 8 ل 12 بالنسبه لعرض الشارع، حدي أرضي زائد 3، أكتر من 12 حدي أرضي زائد 4. أرضي زائد 4، طب في واحد يقول لي طب أنا عايز أبني برج. لا، الأبراج والحاجات اللي زي كده بقى ليها منظومة تانية، إن هي حضرتك السيد المحافظ نفسه بياخد من حضرتك المخطط وبيعرضه على الجهة العليا أو الجهاز التخطيط العمراني اللي هو اللجنة العليا للتخطيط العمراني، بحيث إن يشوفوا هل هذا البرج هيكون حيساهم في او حيشوه الشكل الحضاري للمنطقه او لا، هيبقى يجوز او لا يجوز. يعني حتى المحافظ نفسه مش هيبت في الحاجات دي كلها بالنسبه للابراج والحاجات الكبيره اللي احنا كنا بنشوفها بتحجب النيل وبتحجب حاجات كتيره قوي. كل الكلام ده خلاص بدا يبقى، ان احنا النهارده مصر صرفت اكتر من 4.5 تريليون جنيه على فكره التطوير الحضاري بالنسبه للمدن، صرفت اكتر من، عملت حوالي 1,200,000 وحده سكنيه من اجمالي مشروع 1,000,000 وحده سكنيه، يعني عملنا 1,200,000 باجمالي 400 مليار جنيه. النهاردة عملت حوالي 22 مدينة من مدن الجيل الرابع، سوف تسع حوالي 30 مليون نسمة من ضمنها العاصمة. يعني بس عشان الرد على النقطة دي، انه تحديد عدد الأدوار هيقل من الوحدات، لا، يعني الدولة في مقابل بتعمل بشكل موازي مشروعات قومية أخرى. أنا بس بعمل نوع من الإصلاح في الأماكن اللي، يعني عايز أوضح لك بشكل مبسط، أنا بعمل إصلاح في الأماكن اللي فيها مشكلات عمرانية من الأساس، فبحاول أحلها من خلال اشتراطات بنائية جديدة. وعلى فكرة برضو عايزين نبسط الموضوع شوية، يعني أنا لما استثنيت القرى وبطبق فيها القانون 119 سنة 2008، القرى فيها 58 مليون مواطن،
من اجمالي ال 101 هنلاقي ان النسبه قليله جدا بالنسبه للاماكن اللي هيتم تطبيق فيها الاشتراطات البنائيه الجديده. انا بطبقها في المدن وعواصم المحافظات، عشان دي بالذات هذه المناطق لازم تكون بشكل حضاري وبتنسيق حضاري على مستوى عالي جدا. طب هل انا سوف اهمل الريف؟ لا، الدوله عامله مشروع كبير قوي لتطوير الريف، تطوير القرى بموازنه 700 مليار جنيه. فاذا هي دي فكره الاشتراطات البنائيه الجديده. طيب بالنسبه للناس بتسال كمان عن الميادين والشوارع الرئيسيه، هتبقى نفس الاشتراطات ولا كل محافظ هيحدد بقى الميادين؟ لا، الميادين والشوارع الرئيسيه زي ما قلت لحضرتك في لجنه عليا للتخطيط العمراني، يعني هي الموضوع اكبر من مستوى المحافظ في فكره الميادين، لان في لجنه عليا للتخطيط العمراني هي التي سوف تبت في اشكال الميادين. احنا زمان القانون 119 سنه 2008 كان بيخول السيد المحافظ بالنسبة للقرى وبالنسبة للمدن، لما جينا طبقنا الاشتراطات البنائية الجديدة حطينا قواعد ثابتة سوف يتم تطبيقها على الجميع. لكن بالنسبة للميادين والشوارع الرئيسية والمساحات اللي احنا بنقول عليها أكتر من 12 متر اللي هي الأماكن المفتوحة أو الشوارع الرئيسية دي بالذات، عملية البناء فيها سوف تخضع لمعايير لها علاقة بالتطوير الحضاري وليها علاقة كمان بكليات الهندسة اللي هي هتشرف على فكرة الترخيص واستخراج الرخص. يعني التراخيص هتدخل فيها الجامعات المصريه كمان؟ طبعا. كليات الهندسه وكليات التخطيط العمراني هي اللي بتشرف على الموضوع ده، عشان بس نبقى عارفين. وده يمكن السيد رئيس مجلس الوزراء اشار بيه قبل كده، ان كليات الهندسه وكليات التخطيط العمراني هي تعتبر المستشار الهندسي للدوله في كل محافظه على مستوى كل محافظه. يعني برضو يعني بالاستفاده من العلم في طبعا، عشان احنا ما تبقاش المواضيع عشوائيه او وفقا للاهواء. طيب بالنسبه للخدمات، يعني اذا في حد ما التزمش بهذه الاشتراطات عندما تصبح هذه القرارات قوانين، ما يتعلق بالخدمات بقى زي الغاز والكهرباء والميه وغيرها، يعني ايه المشاكل والتحديات اللي ممكن تواجه المواطن في عدم الالتزام اثناء عدم الالتزام بالاشتراط؟ هو انا عايز اوضح لك حاجه، هو الفكره زمان لما في القانون اللي هو 119 سنه 2008 كان في فكره ان انا ممكن اقدر اخالف. صعب قوي في الاشتراطات اخالف، لان النهارده بيتم الاجراءات كلها، يعني انا كمواطن عايز اعمل بناء من خلال اشتراطات البنائيه الجديده بيكون من خلال مكتب هندسه استشاري وهو اللي بيقوم بعمليه التنفيذ، يعني القصه بدات تبقى منسقه. ما ينفعش المكتب الاستشاري الهندسي اللي هو معتمد من نقابه المهندسين هيخالف الدوله في فكره انشاء هندسي او عمل مخالفه، لان النهارده هو مش هيلحق للاسف ان هو يعمل المخالفه، لان هو النهارده الموضوع تحت اشراف الدوله خطوه بخطوه في فكره الادوار وفكره ان في رقم قومي للعقار بعد استخراج الترخيص، هيبقى في رقم قومي للعقار. خلاص العقار بقى النهارده تحت اشراف الدوله، بقى ليه رقم، بقى ليه رقم كودي، بقى ليه اي دي خاص بيه، غير الاجراءات اللي كانت زمان موجوده في الادارات المحليه، لان النهارده النهضه العمرانيه اللي بتشهدها مصر ما ينفعش يكون فيها الشكل الحضاري اللي احنا بنشوفه او الشكل المخالف. انا عندي 3 مليون مبنى مخالف، عملنا فيهم قانون التصالح في مواد البناء، ولحد دلوقتي بنحاول نجني يعني ثمار هذه الخطوه اللي هي ارتكبت في وقت معين. عندي 357 منطقه عشوائيه الدوله عملت فيها العديد من المشروعات لتطويرها بموازنه 38 مليار جنيه، كل ده حضرتك تم في زمن قياسي. صعب النهارده ارجع لنقطه الصفر واسيب ان يبقى في مخالفه تتم او يكون في شيء تقصير من المواطن في حاجه معينه. طيب التصالح طبعا على مخالفات البناء كان الوقت معين فقط لحد عام 2017. طيب المخالفات التي تحدث بعد ذلك، يعني اذا تم اكتشاف مخالفات لابنيه او اماكن من بعد 2017 طبعا لا يجوز فيها قانون التصالح، يعني حضرتك شايف انه كيف يتم التعامل مع مثل هذه الحالات؟ هو عايز اقول لحضرتك حاجه، في كتير قوي اتسالت السؤال ده، بس انا عايز اوضح لحضرتك حاجه. قانون التصالح جه تطبيقه ان انا وقفت قانون البناء الموحد في فتره تطبيق قانون التصالح، اديت قانون البناء الموحد اجازه في وقت تطبيق قانون التصالح. لما قانون التصالح انتهى دوره بيرجع القانون الاساسي اللي انا بلتزم بيه اللي هو قانون البناء الموحد 119 سنه 2008، وهنا عقوبه اي مبنى مخالف هو سوف تكون الاجراءات الطبيعيه، ان النهارده عمل مخالفه او عمل مكان او عمل شيء مخالف
هيأثر على حياة المواطنين زي ما احنا بنشوف. يعني احنا النهاردة لما بيبني لي مبنى مخالف للقوانين او بيعمل حاجة تجارية او مصنع داخل اسفل مبنى معين او كذا او كذا ونفاجأ ان المبنى بينهار على حياة المواطنين، فالنهاردة لازم تطبيق القانون عشان بس نبقى عارفين. النهاردة انا وقت ما بطبق فكرة الازالة لاي مبنى انا بطبق بحمي المواطن من كارثه سوف تحدث بعد يومين، ان افاجئ ان بيقول لك ان انهيار العقار سين او صاد او عين في منطقه معينه نتيجه لان المبنى ده كان مخالف او صادر له قرار ازاله ولا قرار ازاله ولم يتم التنفيذ. النهارده العديد من المباني، مباني كتيره جدا وانا بقولها شفنا كتير من المباني اللي وقعت يا دكتور حسين الفتره اللي فاتت يمكن بسبب الانهيار بسبب البناء زي عماره الدائري مثلا وغيرها من الاماكن اللي كان بيبقى تحتها مطاعم مثلا وبيحصل انفجار انبوبه غاز او غيرها من يعني مشاكل خاصه يعني بتؤثر على حياه الكثيرين من الناس. يعني هو عشان كده يمكن الدوله حطت ضوابط معينه واشتراطات بنائيه اللي بيها صعب ان احنا نخالف. النهارده على فكره العديد من القوانين صدرت في وقت واحد، يعني عشان ما حدش يقول طب الدوله عامله اشتراطات بنائيه بس، لا ده كمان كانت عامله لك قانون تصالح في مواد البناء في وقت معين، أدتك مهلة في قانون التصالح، ده اللي حتى ما كانش قادر يدفع رسوم التصالح الدولة عملت له مبادرة التصالح حياة عشان ما يدفعش. يعني أكتر من كده ما فيش. طيب هل خدمت مبادرة التصالح حياة المواطن أو قانون التصالح خدمه؟ لأن العقار كانت العقار الغير مقنن يعني ملوش قيمة، ليس له أي قيمة سعرية، ما هو مش مقنن مش مرخص ملوش رخصة، لكن كده أصبح المواطن نفسه حق في العقار. يعني النهاردة لما اديته الرخصة العقار أصبح له قيمة قيمة سعرية. يعني النهاردة لو قيمته كانت 10,000 جنيه وهو مش مرخص، لما بقى مرخص بقى قيمته 100,000 جنيه و 200,000 جنيه، يقدر يعمل فيه مشروع استثماري، يقدر ياخد عليه قرض، يقدر يروح لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعمل فيه مشروع، يقدر يبقى شيء مشروع أو شيء شرعي يقدر الدولة كمان تستفيد منه كاقتصاد غير رسمي، وفي نفس الوقت الدولة تقدر تقدم له الخدمات سواء صرف صحي سواء شبكات سواء غيره أو كذا أو كذا أو كذا. إذن كل قانون بتقوم به الدولة أو كل إجراء حتى لو الاشتراطات البنائية الجديدة بتهدف لخدمة المواطن في الأساس ولحمايته وحماية أرواح المواطنين في الأساس برضه. تمام. طيب يمكن كمان من ضمن أو أهداف الاشتراطات الجديدة تقليل من الكثافة السكانية في الأماكن، يمكن زي ما حضرتك ذكرت، لأي مدى من الممكن حصر هذه الأماكن المكتظة وتحديد نسبة المباني المفروض انها يعني يتم انشائها في هذه الاماكن؟ هو اولا لما جينا اخترنا ال 27 مركز على مستوى الجمهورية اخترنا، انا بقول لك بصراحة انا شاهدت اغلب المراكز اللي تم اختيارها، لقيت ان هي اختاروا المراكز اللي هي ما فيهاش مشاكل في الاساس في مشكلة العمران او في مشكلة المخالفات. يعني مثلا في مدينة نصر اخترنا عباس العقاد ومكرم عبيد، الشوارع دي يعني الى حد ما ما فيش نسبه مخالفات كبيره قوي في هذه المناطق، فانا ارجأت المراكز اللي فيها مشكلات كبيره عشان اقدر هنا اكون استفدت من التجربه اللي انا عملتها في خلال الشهرين واللي بيها اقدر احط ملاحظات اللي بيها اقدر اطور المنظومه في بقيه، لان هيتم التعميم. انا من 1/7 سوف اعمم الاشتراطات البنائيه الجديده على المدن وعواصم المحافظات باستثناء المناطق اللي انا قلت لحضرتك عليها. طب حضرتك شايف ايه التحديات اللي ممكن تواجه تنفيذ هذه القرارات؟ هو التحديات انا بقول لحضرتك دايما التحدي بيبقى المواطن نفسه، التحدي المواطن في ايه؟ في استقباله للشيء. يعني انا النهارده بطبق الاشتراطات البنائيه الجديده فعايز انفذها، الالتزام من المواطن على فكره مش يعني الدوله بتلتزم في ان هي عايزه تطبق القانون، بس هي الفكره التحديات من المواطن نفسه. في مواطن عايز يرجع للطريق غير شرعي فبيرتكب مخالفه، هنا المخالفة لها عقوبة، العقوبة يا إما غرامة يا إما إزالة، لأن هو هنا لما بيعمل مبنى غير صالح إنشائية للأسف الشديد بيبقى هذا المبنى الضرر بيبقى واقع عليه هو وواقع على السكان اللي جنبه وواقع عليه هو كشخص أو كفرد طبعا. بيضر بحياته وبحياة المواطنين. فإذا التحدي أنا يمكن عايز ألخصه لحضرتك، هو التحدي هو المواطن. يمكن في بعض المشكلات اللي هي طرحوها بعض الأعضاء مجلس النواب في فكرة أن البناء على نسبة 100%، وأعتقد تم حلها أن هو قال لك أنت من حقك كمواطن في الاشتراطات البنائية الجديدة في مساحات لحد 175 متر أن أنت تبني على مساحة 100%،
يعني اعتقد اللي عنده مساحه 100 متر او كذا من حقه ان هو يبني عليه. يعني برضه الدوله جت مع المواطن البسيط في فكره البناء، استثنت القرى من حاجات كتير، استثنتها من الطلاق الموحد للمباني، يعني عملت تيسيرات في حاجات كتيره جدا. الفكره كلها دايما التحدي بيبقى سلوك المواطن في فكره استقبال الاشتراطات البنائيه الجديده وتطبيقها. طيب علشان كده عايزين، يعني حضرتك شايف ازاي يتم تعريف المواطن بقى بالشكل الصحيح، او بانه ده بيبقى في خدمه المواطن نفسه؟ لان العشوائيه زي ما حضرتك قلت كمان هي العشوائيه ضد المواطن في حاجات كتير جدا. اولا يعني الاخلال بسلامه وامن المواطن نفسه، بانه فعلا ممكن في عقار ينهار، ممكن يحصل انفجار في احد المحلات الموجوده يعني اسفل العقار، او غيرها من الامور اللي تهدد حياه المواطن. ازاي يتم تعريف المواطن وتبسيط له كل هذه الامور؟ هو اولا انا محتاج اول كحكومه محتاج قاعده بيانات قويه جدا جدا، بحيث ان انا اقدر يكون عندي بيانات كل المباني بشكل مباشر. فكرة تحديد الأحوزة العمرانية، لأن دي مشكلة كبيرة، لأن عدم تحديد الأحوزة العمرانية هو سبب لي مشاكل كتيرة قوي على مدار الأربعين سنة اللي فاتوا. عدم تحديد الأحوزة العمرانية، الشخص كان بيبني في وسط الأرض الزراعية أو بيخش في مكان بعيد عن المخطط العمراني، هي دي الفكرة. فالنهاردة أنا محتاج من المواطن الالتزام، محتاج من الدولة أن في المحافظة على العقارات التي تم بنائها اللي هي سليمة إنشائيا. شوف أنا بقول لحضرتك حاجة، والغير سليم إنشائيا لازم يتم سرعة إزالته، لأن دي بتبقى مشكلة على فكرة طبعا. اللي هو غير سليم إنشائيا وموجود في وسط المباني السليمة إنشائيا، ده بيشكل خطورة على حياة المواطنين. وأنا بقول لحضرتك أنا عندي في مصر حوالي 490 ألف عقار مفروض أنه هو يزال. للأسف الشديد جزء كبير من أصحاب هذه العقارات رافعين دعاوى قضائية بفكرة الطعنين على قرار الإزالة، والطعن على قرار الإزالة جزء كبير من هذه المباني بتقع على فكرة قبل البت في القضايا نفسها، فدي بتبقى مشكلة. يعني أنت عارف أن المكان هذا يجب، لكن في جهات مختصة هي بتحدد إذا كانت المكان ده يعني يجب أن يزال أو لا، فده طبعا يعني هو المكان بيبقى متعرف عليه، ليه عمر زمني معين ومعروف في هذا المكان أن في تصدعات معينة وفي أماكن معينة وفي أماكن أكتر من 100 سنة وتجاوزت وتم بنائها بشكل خاطئ في غياب الدولة في وقت معين قبل 2011، ولحد 2011 كان في بناء مخالف بنسبة كبيرة جدا. أنا عندي 3 مليون مبنى مخالف، عندي في القاهرة والجيزة 209 ألف مبنى مخالف، عندي في الإسكندرية بس 27 ألف عقار مخالف. أنا بقول لحضرتك على تراث كبير قوي، عندي 1,200,000 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، عندي 357 منطقة عشوائية غير آمنة. كل ده حضرتك تراكم من إيه؟ سلوك مواطن ولا سلوك دولة؟ لا، سلوك مواطن على فكرة. اللي جه من الريف إلى المدينة وبنى مكان عشوائي هو ارتكب سلوك، واللي جه وبنى مبنى مخالف بخلاف الدولة وبخلاف القوانين وبخلاف أي حاجة، سواء بمساعدة حد معين من الإدارة المحلية في وقت معين أو كذا أو كذا، ما هو ارتكب جريمة كبيرة جدا 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 طبعا. يمكن عشان كده أنا بقول لحضرتك التحدي دايما بيكون المواطن في كل الإجراءات التي بتقوم بها الدولة في هذه التوقيتات. يعني لكن زي حضرتك اعتقد انه اذا تم تعريف المواطن بكل هذه الامور وما يتوجب فعله وما لا يتوجب فعله، وما يعني سيقوده الى مشاكل او سلبيات، وما سيظهر عليه من ايجابيات، اعتقد انه في الحاله دي هتكون الصوره واضحه ونقدر ان احنا نحدد. ده من خلال الاعلام بقى، من خلال الاعلام ومن خلال يعني مختلف الجهات، المجتمع المدني وغيرها من الجهات. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري استشاري المنطقه العشوائيه، شكرا يا فندم على هذا اللقاء. شكرا جزيلا. أشكركم مشاهدينا الكرام، مستمرين مع حضراتكم من القاهرة في ملفنا الثاني بعد الفاصل.